ده المتغير الاول، وده على مستوى المتعه. نيجي بقى على مستوى المسابقه في حد ذاتها، متغيرات كتيره جدا هتشهدها المسابقه السنه دي. اتوقع انها تاخد مسابقه الدوري المصري وتطلع بيها لفوق، والكلام مش مرتبط بس برابطه الانديه اللي الحقيقه بتحاول وبتجتهد، وفي خلال فتره بسيطه جدا اثبتت انها عندها رغبه وكمان عندها قدره انها تاخد المسابقه وتطلع بيها لقدام. لكن اللي يخصنا احنا ايه كمتابعين ومشاهدين ومستمتعين ومتفرجين لاهم بطوله في مصر، اهم بطوله محليه يعني، واحد تلافي السلبيات. واعتقد ان المتغير الاول هنا هو اسم كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام. الحقيقه اللي ما شفتش اسم عليه اجماع، يعني عندنا طبعا كفاءات كتيره جدا ما اقدرش ومش هقول اسماء عشان ما انساش ناس، لكن اسم عصام عبد الفتاح الحقيقه محل تقدير واحترام وثقه كبيره جدا، والناس كلها الحقيقه حتى لما بنتكلم بينا انا والزملاء الناس كلها عندها امل كبير جدا في كابتن عصام عبد الفتاح ان ياخد المنظومه كلها ويطلع بيها لفوق. دي نمره واحد. التحكيم، والتحكيم كان سبب صداع دائم ومستمر في المواسم الأخيرة. مش بس بتكلم من وجهة نظر أندية، بتكلم كمان من وجهة نظر واحد غيور على سمعة وعلى مكانة وعلى اسم الحكام المصريين. وأعتقد أنه الأداة الرئيسية اللي كنا بنطمح أو بنأمل أنها تساعد الحكم المصري على بداية الارتقاء بمستواه، وثانيا التفادي يعني الاصطدام بالمطبات الصعبة، وإحنا عارفين أنه الجماهير في مصر هنا حامية